السلام عليكم، فريق التنين من قناة التنين يرحب بكم ويقدم لكم تردد قناة جديدة لسه نازلة على القمر نايل سات. فلنبدأ، هندخل من الريموت على المنيو، من المنيو بندخل على التركيب، من التركيب زي ما احنا شايفين على الشاشة هندخل على قائمة الترددات لإضافة التردد الجديد على القمر نايل سات. زي ما شايفين التردد موجود على الشاشة هو 12567، 12567 عدد ترميز 27500 استقطاب عمودي. زي ما شايفين التردد إشارة قوية والجودة عالية. هنبدأ عملية البحث، أهم حاجة بحث الشبكة يكون مغلق ونوع القناة جميع القنوات. الحين بيبدأ عملية البحث للتردد الجديد على القمر نايل سات. التردد هو 12567، معدل الترميز 27500 استقطاب عمودي. مبروك عليكم قناة بوكس ألوان مكان قناة نجوم هليود، مكان